موجز السادسة من التناصح، حياكم الله. أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة سيركز الخميس خلال إحاطته أمام مجلس الأمن على عقد مؤتمر وطني جامع في العام المقبل وإصلاح الاقتصاد بدلا من الضغط من أجل إجراء الانتخابات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المصادر الدبلوماسية نفسها أن للأمم المتحدة والقوى الغربية تراجعت عن دعم تنظيم انتخابات بليبيا في ديسمبر المقبل مقابل التركيز على المصالحة بين الفصائل المتنافسة المنخرطة في الصراع الليبي. ورأت رويترز أن استمرار القتال بين المجموعات المسلحة في العاصمة والمأزق الراهن بين مجلسي النواب والدولة جعل إجراء الانتخابات أمرا غير واقعي. قال رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي إن مؤتمر باليرمو سيشهد حضور الأطراف الرئيسية في المشهد الليبي، مضيفا أن المؤتمر فرصة للمجتمع الدولي لإظهار ما أسماه بالتماسك ودعم المبعوث الأممي غسان سلامة. وأعرب كونتي خلال كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي الأربعاء عن ارتياحه للعدد الكبير من تأكيدات الحضور التي تلقاها وللملف الشخصي السياسي العالي المستوى للمشاركين، مؤكدا بأن المؤتمر لا يستطيع حل جميع المشاكل الليبية. وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة تجاوز ما وصفه بالجمود الحالي في العملية السياسية مع إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في ليبيا. حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا من أن الوضع في ليبيا مع اقتراب الانتخابات لا يتحسن بل يسير نحو مزيد من التدهور والاضطراب وفق قولها. وقالت زاغاروفا خلال مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم الخميس إن الوضع لا يتجه نحو الاستقرار، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات على تصعيد التوتر في ليبيا. وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن تصريحات المسؤولين الليبيين خلال مؤتمر باريس في مايو الماضي حول نيتهم للعمل بوفاق تمهيدا للإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 ديسمبر لا تكاد تسندها أي خطوات عملية. قال وزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفرليت إن سلفه في المنصب ستيفان فان كريه هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصرف بلجيكي بموجب قرار أممي. جاء هذا الإقرار في جلسة الاستماع نظمتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي الثلاثاء، رد خلالها أوفرفيلت على أسئلة النواب حول هذا الشأن. وتعتبر هذه المرة هي المرة الأولى التي يتم فيها تحميل مسؤول سياسي صراحة مسؤولية تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة بعد أن كانت أصابع الاتهام توجهت لوزير الخارجية الحالي ديدياه ريندرز، والذي كان سبق أن شغل هو الآخر منصب وزير المالية حتى أواخر 2011. اتفق مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير مع محافظ المصرف الموازي بالبيضاء علي الحبري على مراجعة الحسابات المصرفية لكل منهما. جاء ذلك في لقاء جمعهما في مقر البعثة الأممية في تونس بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز. وقالت البعثة الأممية في تغريدة لها على تويتر إن الاجتماع جاء بدعوة من الممثل الخاص غسان سلامة، وذلك بهدف السير قدما بعملية مراجعة حسابات المصرفين والاستعجال في ذلك حسب قولها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.